مشاهدي نهارك سعيد، بنصبح على حضراتكم مرة تانية ومستمرين معاكم في فقراتنا النهاردة. والحقيقة الأحداث اللي بتحصل دلوقتي في مصر أحداث كتيرة جدا، ما بين لجنة تقصي حقائق أو التقرير الأول للجنة تقصي الحقائق في مجزرة بورسعيد، ما بين دعوة للعصيان المدني، ما بين حقنا في نقل السلطة، ما بين نحن بنطلب أنه لازم يكون في رئيس مدني لجمهورية مصر العربية. يعني أحداث كتيرة جدا وتساؤلات كتيرة جدا في كل المصريين، ده غير طبعا الانفلات الامني، ده غير احداث التعدي على حقوق الناس فان هم يكونوا امنين وسالمين في بيوتهم وعلى ممتلكاتهم. يعني احداث كتيره جدا الحقيقه كان لازم نحن نتكلم فيها النهارده مع حضراتكم ومع ضيفنا النهارده اللي منورنا في نهارك سعيد. ضيفنا في فقرتنا دلوقتي هيكون الاستاذ مجدي شندي، رئيس تحرير جريده المشهد، واللي هنحاول نعرض معاه اهم الاحداث اللي بتحصل ونعرف تعليقه على كل اللي بيحصل. صباح الخير يا فندم. صباح اهلا بحضرتك معانا في نهارك سعيد. اهلا وسهلا. صباح الخير يا استاذ. صباح النور يا فندم. ازي حضرتك الساده المشاهدين؟ حضرتك تابعت اكيد جلسه مجلس الشعب. نعم. امبارح لجنه تقصي الحقائق اللي هي شكلت وراحوا سافروا بورسعيد وراحوا اتكلموا مع عدد كبير من المتخصصين في الاحداث اللي حصلت، رجعت بحاجه جديده. رجعت ركزت الضوء على حاجات كانت متوقعة. كانت متوقعة. متوقعة. إنما يعني هل في حاجة جديدة حصلت من أول ما أحداث بورسعيد لحد دلوقتي؟ هل إحنا عرفنا حاجة جديدة؟ لا، لجنة تقصي الحقائق بالتأكيد حطت إيدينا على يعني خيوط قد تقود إلى الفعل الحقيقي. بمعنى إنه قالت إن في إنه جهات كتير مسؤولة عن اللي حصل. وانه في بلطجيه هناك من دفع لهم علشان يعملوا هذه الاحداث الداميه اللي احزنت كل مصري وكل مشجع كوره. نعم. وقلبت فرحتنا بالتنافس الرياضي الى محزنه للاسف الشديد. كويس. ربما يعني كانت اسوأ حادث شغب شهدته الملاعب المصرية. نعم. وجاء في وقت الحقيقة قاتل. جاء في وقت يعني مصر خارجة من استحقاق انتخابي برلماني وفي جدل سياسي علشان تخوض الانتخابات الرئاسية وتصوغ الدستور وكلام من هذا القبيل، فكأنه في حد أراد أن يوقف عجلة المسيرة الديمقراطية اللي تحققت بفضل 25 يناير. عظيم. ولكن الحقيقة أنه كمان مع أنه حضرتك بتقول أنه لجنة التقصي أو تقرير لجنة التقصي الحقائق الأول يعني أشار إلى بعض النقاط، ولكن الحقيقة النقاط كلها كانت واضحة من قبل لجنة تقصي الحقائق، زائد أنه في ناس كتير جدا شايفين أنه التقرير غير مرضي لأنه ما وضحش، لأنه ما أشارش، لأنه يعني مين هيتعاقب في الآخر؟ هو التقرير ليس هدفه تحديد جناة أفراد. أيوه. التقرير هدفه أن يقدم للنيابة أن يكون يعني استرشاديا لها. بمعنى تقرير لجنة تقصي الحقائق مثل التقرير الصحفي المتعمق. وقد سبقنا في جريدة المشهد تقصي الحقائق وذهبنا وحققنا وذهبنا إلى القرية التي خرج منها أغلب البلطجية. وقابلنا الناس وعرفنا كيف خرجوا أصلا حقيقي. طب طبعا توصلتوا لإيه بقى يا فندم؟ توصلنا إلى أن في اثنين من أعضاء مجلس الشعب السابقين أسميهم معروفة وأعلنت. طب ما وأعلنت لكن كنا أول من أعلنها. مصطفى أبو أمر اللي هو العضو عن الحزب الوطني المنحل. وحد اخر اسمه جمال اعتقد جمال عيد او حاجه. ايوه. وانه الناس دول دفعوا الى بلطجيه في قريه شبول. كانوا متفقين معهم في البدايه على 1000 جنيه للواحد. ثم بعد ان عرف الناس المكلفين بهذه المهمه نقدر نقول القذره طلبوا رفع اتعابهم الى 2000 جنيه في لكل واحد يعني. أيوة. خارج وخرجوا بأوتوبيسات ودخلوا في بعد الشوط الأول من باب من أبواب الاستاد ووسط حالة نقدر نقول من التواطؤ الأمني. مما جرى المسؤولين الأمنيين في بورسعيد إلى تحقيقات النيابة.
فحتى لجنة تقصي الحقائق استدعت الزملاء الذين أجروا هذا التحقيق، زميل محمود عدوي وزميل محمد عصمت، والحقيقة أن هم عملوا مغامرة جريئة جدا. طبعا لو قالوا أن هم صحفيين كانوا ما رجعوش، أكيد. لكن هم قالوا أن هم تجار وعايزين يشتروا سلاح وكلام من هذا القبيل، ودخلوا وتكلموا وسجلوا لمن قاموا أو لمن شاركوا في التخطيط لهذه المجزرة. فالحقيقة كمان لجنة تقصي الحقائق يعني لم تدخر جهدا، وأنا أعرف كثيرين من أعضائها، ناس ذهبوا وواصلوا الليل بالنهار في العمل وحققوا كل شيء، لكن في نهاية المطاف يعني تحقيقات النيابة هي من يستطيع أن يخرج الفاعل الحقيقي ويقول والله هذا مرتكب هذه المجزرة أو من خطط لها أو من دبر لها، وساعتها سيقدم إلى المحكمة. لجنة تقصي الحقائق المفترض أنها تحدد جهات لكن لكن تستطيع، لا تشير إلى 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 أسماء معينة أو أشخاص بعينهم، يعني لا تستطيع أن تأتي بأشخاص معينين لأنها ليست جهة تحقيق قضائية. ليست مفهوم. لديها الحصانة، هي مش هي مش النيابة. بالضبط، هي مش النيابة، لأنه يعني هي ربما خشيت أن تذكر الأسماء بالاسم، فيمكن أن يقاضيها من ذكر اسمه أمام النيابة. نعم. على سبيل المثال يعني. فالنيابة تكمل الدور الذي بدأته لجنة تقصي الحقائق، وهذا طبيعي، لكن اللجنة تضع أيدينا على من خطط ومن دبر ومن قصر ومن تواطأ، وهذا يكفي. أستاذ مجدي، حضرتك الأسماء اللي حضرتك قلتها دلوقتي دي، هل الأسماء دي أوريدي عند في النيابة دلوقتي؟ أعتقد أنها في النيابة. يعني كل تحقيقات النيابة بتقود إليه. مش عايزين نقول اسم غير لما يكون يعني اوريدي خلاص فعلا هو بيتحقق معاه في النيابة. والله تحقيقات النيابة يعني البلطجية اللي راحوا أمام النيابة واعترفوا من تلقاء أنفسهم هم اللي ذكروا هذه الأسماء. تمام. يعني في نهاية المطاف لم نكن مع من دفع ولا مع من اتفق، ولكننا نحاول تتبع خيوط محددة هي التي تقود، وعلى النيابة أن تثبت إذا كان هذا الكلام صحيح أم خطأ. تمام. وأي متهم يبقى بريء إلى أن تثبت إدانته. عظيم. عظيم. أستاذ مجدي، ده معناه أن احنا غالبا بالكلام اللي حضرتك بتقوله لي ده، أو الخبر اللي حضرتك بتقوله لي دلوقتي ده، معناه أن احنا لأول مرة من ثورة 25 يناير هنوصل لحد هنحاسبه، صح؟ حد من الطرف التالت، حد هنحاسبه على الخطأ اللي عمله. يعني عرفنا شخص معين أو أشخاص معينين هنحاسبه على اللي عمله، صح ولا أنا غلطان؟ لا مش صح. يعني موقعة الجمل على سبيل المثال قدم فيها متهمون كثيرون للمحاكمة. لا أصلا موقعة لكن الجمل لكن ده أحداث، يعني أحداث إيه جوه كانت الكام يوم الأولانيين بتوع الثورة، فده يعني يعني اكيد لازم، يعني اذا ما كانش دول بقى يا مالي هيبقى ايه؟ يعني قصدي بعد انا استطيع ان اقول لك ان هناك متهمين اخرين في موقعة الجمل لم يقدموا الى محاكمة الى الان. الى الان على سبيل المثال، يعني كان تحقيقات كان ينبغي ان تتوسع اكثر من ذلك، لانه كانت هناك اطراف اخرى كان يجب ان تسأل، وشهادات الشهود كلها قادت إليها، لكن لسبب ما، لسبب أن شخصا أتلف وثائق في وزارة أو غيره، فلم يقدم هؤلاء. طيب. ويحاولون أن يفلتوا، لكن أعتقد أنه القصاص من الجناء يعني مسألة لن تتوقف. نعم. ببساطة، والتقاضي لن يتوقف، وكل من لديه دليل سيقدمه يوما ما ويجر من اتهم بارتكاب شيء الى العداله. عظيم. استاذ مجدي، يعني تقريبا كده الملف بتاع بورسعيد غالبا ابتدى ان احنا ناخد فيه خطوات جديه بالخبر اللي حضرتك قلته لي. نعم. تعالى نتنقل لملف تاني، وهو موضوع العصيان اللي حصل او اللي ما حصلش. اللي حصل او اللي ما حصلش في الثلاث ايام اللي احنا مروا علينا، سبت وحد واثنين. نعم. انت كنت مع ولا ضد؟ وشايف الحالتين دول ازاي؟ هي المسائل مع او ضد دي يعني حينما تعمل في وسيلة إعلامية او حينما تكون إعلاميا تحاول قدر المستطاع ان تحيد مشاعرك. عظيم.
أنا يعني قلبيا مع أي خطوة لاستكمال ما بدأته الثورة. تمام. ولكني لا أستطيع إذا كان هذا العصيان لم ينجح النجاح الذي كان مطلوبا منه أن أقول أنه نجح، لأن هذا مخالفة لأمانتي كصحفي ولضميري كصحفي أيضا. نعم. ولذلك يعني في مسألة مع أو ضد دعنا ننحيها جانبا ونرى يعني لماذا أخفق العصيان في الوصول إلى أهداف محددة. تفضل. العصيان أخفق لأنه الحقيقة لم يكن هناك تخطيط جيد لهم. التخطيط ل يعني مسائل الدخول في عصيان أو مظاهرات جمعية كان ينبغي أن يحدث توافق سياسي كبير عليها حتى تنجح، لأنه تصور حركة ما أو حزب ما أنه يملك الشارع وحده هو تصور خاطئ في نهاية المطاف، لأنه بطبيعة الحال الشوارع أو الشارع المصري ينتمي في هذه الفترة إلى أحزاب وائتلافات وحركات شتى، كان ينبغي تحقيق قدر أدنى من التوافق حولها، لكن ربما تم اختيار 11 فبراير بشكل عاطفي على اعتبار أنه يوم رحيل رئيس النظام السابق عن القصر الجمهوري، وبالتالي كان هناك تصور بأن جميع المصريين سينضمون إليه. هناك أسباب أخرى أدت إلى فشل أو إخفاق هذا العصيان المدني في أن يكون عصيانا حقيقيا. أول هذه الأسباب أن هناك حالة من الدعاية المضادة تجعل الناس في الشارع فعلا يعني متبلبلين، مش عارفين والله إيه الصح وإيه الغلط. يعني مش عارفين إذا كانت الثورة هتحسن حال المواطن المصري ولا هتوقف حاله. كتير جدا من الناس اللي هم بتعتمد يعني أرزاقهم أو الذين تأثرت أرزاقهم بالثورة يائسين وقانطين تماما وغاضبين ومتصورين أن الثورة يعني لم تأتي لهم بخير. ساعد في ذلك أجهزة الإعلام التي تحاول يعني أن تلعب دور محدد معاكس للثورة. الشيء الثاني أن هناك كتلة كبيرة جدا من الشعب المصري يعني ضمن الأحزاب التي تم انتخابها إلى البرلمان، حزب الحرية والعدالة، حزب النور السلفي وهكذا، وهؤلاء من أجل يعني أن يحسوا أنهم حققوا انتصارا حقيقيا وضعوا البرلمان في مواجهة الميدان. يعني إذا كان هناك يعني أصبحوا يرددون ثنائية الشرعية لمن؟ للبرلمان أم للميدان؟ نعم. هم طبعا يحاولون أن يقولوا أن الشرعية للبرلمان وحده الآن لأن هذا هو البرلمان المنتخب، وأنا أعتقد أن ذلك يمكن أن يقود إلى درجة كبيرة من درجات الفرقة، لأن هناك يعني شرائح كبيرة جدا شاركت في الثورة لم تمثل تحت قبة البرلمان. للأسف الثوريون تحت قبة البرلمان أقلية. الثوريون والمرأة والأقباط، ومش بس الثوريون، فئات كل كتير كل جدا من الفئات الجديدة التي كان يجب أن يكون تمثيلها يعني معادلا لوزنها الحقيقي في الشارع ولتأثيرها الحقيقي في الأحداث للأسف الشديد حقيقي. غير ممثلة. القوى القديمة هي الموجودة، أعداء الثورة هم الموجودون للأسف الشديد جدا، لكأن هذه الانتخابات أجريت في نهاية عهد النظام السابق ولم يتم إجراؤها بعد ثورة 25 يناير. فتقديري الشخصي أن ثنائية الشرعية للميدان أم للبرلمان هي أيضا من دفعت قطاعات كبيرة جدا بحكم الانتماء السياسي إلى معارضة هذا الإضراب وهذا العصيان المدني والوقوف في وجهه والدعاية ضده، بل إن تيارات سياسية دفعت بأفرادها للنزول إلى وظائفهم حتى في أيام الأجازة لإثبات أن الشعب يرفض. ولكن حقيقي الشعب رفض العصيان.
يعني هو حقيقي انه في يعني قطاع كبير جدا من الشعب المصري رفض العصيان وقطاع يحترم، لانه في الاخر في ناس قلقانه وفي ناس خايفه على اعمالها وعلى شغلها وعلى رزقها وعلى عائلتها وعلى اولادها. يعني برضو في ناس كانت قلقانه من فكره العصيان المدني، خاصه انه كان غير مفهوم، يعني ما فهمناش كويس ايه المطلوب، ما فهمناش كويس ايه معنى العصيان، ما فهمناش كويس اتقال ان في اضرار كتير جدا ممكن تكون مصاحبه للعصيان المدني. فهو حقيقي انه اترفض. حضرتك بتشكك في رفضه؟ لا مش بشكك في رفضه، لكن انا بقول انه المتحدثين باسم الشعب كثيرون، لكن ما ظهر هو ان العصيان اخفق في الوصول إلى أهدافه، أخفق في أن يكون أدوات ضغط، لأن من استجاب له فئة قليلة، يعني وإن كانت مؤثرة وإن كانت يمكن أن تتوسع بعد ذلك، يمكن أن يضم أنصار آخرين، لكن أنا أقول أنه الدعاية المضادة وعدم وجود هدف واضح، يعني ناس كتير جدا تقول لك يعني المجلس العسكري ما هو ماشي آخر ست، هتفرق إيه آخر ستة من آخر ثلاثة يعني. يعني كلام من هذا القبيل. فمن دعوا للإضراب والعصيان المدني لم يكونوا مقنعين للناس بالزبط. بالدرجة التي جعلت الناس يستجيبوا لهم حقيقي. لم يجهزوا ويحدثوا حالة من التوافق السياسي علشان تنجح. كمان تسريب شريط لأحد دعاة العصيان المدني ليلة العصيان، وهو بيقول فيه يعني احنا عايزين نضغط، واستخدم عبارات ربما غير لائقة يعني في مواجهة المجلس العسكري، جعل الناس تتردد، وربما كان هناك فئات نازلة الميدان تراجعت وانفضت ودون أن يتأكد أحد. طبعا هذا الشخص فيما بعد أنكر في برنامج تلفزيوني أنه الصوت ده يكون صوته، قال أنه هذا الكلام ملفق، لكن هو كان نوع من الدعاية المضادة التي كانت ضمن أسباب أخرى تسببت في عصيان العصيان كما يقول. طيب أستاذ مجدي، هو الموضوع اللي حضرتك فتحته ده، موضوع السيدي هيا ده، هو قائد التحقيقات دلوقتي حالا، يعني أنه هو وصل للنائب العام وأوريدي بيتحقق فيه لأن احنا نوصل الحقيقة فين في الموضوع السيدي هيا دي. بس أنا يعني حابب أن أنا برضو خلينا في موضوع العصيان ده. هل تشك ان اللي دعا للعصيان او اللي دعا ان احنا ما يبقاش في عصيان، هل تشك ان الاثنين ما بيحبوش مصر؟ لا، انا لا استطيع ان اشكك في وطنية احد. عظيم. الحقيقة انه الناس، انا اسف بدون قطع كلام، فضل. تقول ايه للناس اللي بتقول اللي عايز يعمل اعتصام ده والعايز يعمل عصيان مدني ده عايز يهد مصر، ده عايز يرقع مصر، ده عايز مصر ما تقفش على حالها، ده خاين، ده عميل، ده الاتهامات اللي احنا متعودين عليها كتير قوي، مع ان احنا بكل بساطة شديدة ممكن يجي لنا عيد ونبقى قاعدين كلنا في البيت لمدة 3-4 أيام. والحقيقة أنه يعني هذا الكلام بينقلنا دايما لخانة أنه استخدام يعني دعاية مضادة واستخدام أساليب ليست صحيحة تماما في مواجهة الخصوم. الحقيقة أنه من دعا إلى هذا العصيان لا يستطيع الواحد أن يشكك في نبلهم ولا في ولائهم ولا في حبهم لمصر مطلقا، لكن فكرة أن أنا أقول والله ده خاين، وده أنا أقول لكل الناس أنه أنصاف الثورات أكفان الشعوب، وأنه إذا لم تكتمل هذه الثورة فسنرتد إلى نظام أسوأ بدرجات كبيرة مما كنا عليه، إذا لم تكتمل هذه الثورة فسنعيش وضعا اقتصاديا يجعلنا أفقر مما كنا عليه، إذا لم تكتمل هذه الثورة ستتغول السلطة علينا بدرجة لا تسمح لأحد أنه يتنفس أو حتى يمارس هامش الكلام اللي كان متاح في عهد النظام السابق
انه دعهم يتكلمون وما تعملش حاجه. انصاف الثورات دائما اكفان الشعوب كما يقول مثل صيني. علينا على كل مواطن ان ينظر ما الذي تحقق وما الذي لم يتحقق. الثوره قامت من اجل حريه وعداله اجتماعيه وكفايه اقتصاديه، ما الذي تحقق من ذلك؟ يعني هل قام الناس بالثوره لان الانتخابات كانت تزور؟ هذا ليس صحيحا، يعني بالعكس الناس تآلفوا مع التزوير، كان هناك متضررون من هذه العمليه، متضررون تقدر تقول يعني انهم شريحه صغيره من النخبه هم اللي كانوا بيحاولوا الوصول الى البرلمان وما بيوصلوش. لكن في نهايه المطاف لم يكن الرجل الشارع العادي متضررا بالدرجه الكافيه، كان يحس طبعا ان صوته لا لزوم له، انه انتخب ما انتخبش ما فيش ازمه. لكن الثورات لا تقوم من اجل اهداف صغيره كهذا، الثورات تقوم من اجل اهداف كبيره جدا. ثوره يناير قامت لان المصريون احسوا ان كرامتهم مهانه وان دور بلادهم يضيع بسبب مصالح شخصيه، ان هناك سلطه فاسده يعني ينبغي ان يتم اكتساسها وتقديم افرادها الى القضاء، انه الحال العام، التعليم في تدهور، الاقتصاد في تدهور، الحياه الاجتماعيه بتتفسخ والطبقه الوسطى بتنهار. فايه اللي اتحقق من ده كله علشان نقول والله ان الثوره اكتملت وان دعوات العصيان يعني دعوات الان يرددها أناس ليس وطنيون؟ هذا افتراء على الحقيقة. ومن دعا الناس إلى الجلوس في بيوتهم الحقيقة ليس أكثر وطنية ممن دعوا إلى العصيان. علينا أن نتعامل في إطار أننا يمكن أن نختلف سياسيا، يمكننا أن نعبر عن خلافاتنا بشكل محترم ونظيف، وألا نقع في فخ تخوين الآخر. حقيقي. طيب انه كمان يمكن ودي ممكن تبقى اخر جزئين نتكلم فيها مع حضرتك، وهي فكره انه الاخوان المسلمين عايزين يشكلوا حكومه ائتلافيه ورفض المجلس العسكري لهذه الحكومه. راي حضرتك ايه في الجهتين، انه الاخوان عايزين يعملوا حاجه زي كده ويعني ناس كتير مستغربه من الطلب ده ورفض المجلس العسكري لهذا الطلب، تحلله ازاي؟ تقييم الشخصي أن هذا نوع من الجدل الإعلامي الذي يبدو على السطح، لكن يبدو أن هناك اتفاق تحت الطاولة بين الجهتين. ربما كان هذا بهدف إحداث نوع من الجدل، أنه إبراز الاثنين على طرفي النقيض لترويج نفسهم إلى للناس. للأسف الشديد المجلس العسكري يحاول أن يبدو ك من يقود المسألة وعلى مسافة واحدة من كل التيارات، هذا ليس صحيحا. الإخوان المسلمون يحاولون أن يبدون وكأنهم بعيد عن السلطة وبعيد عن المجلس العسكري وفي خلاف معه وفي أزمات معه، وهذا ليس صحيحا. أنا أعتقد بشكل شخصي أن هناك اتفاق كامل بين الطرفين، أن المجلس العسكري يحاول بما قيل عن تشكيل حكومة امتصاص الشارع والإيحاء بأن والله ده الثورة اتغيرت، الناس اللي كانوا بيروحوا السجون وكانوا في المعارضة دلوقتي في السلطة وخلاص الدنيا اتغيرت وكلام من هذا القبيل. أنا أعتقد أن هناك اتفاق كامل بين الطرفين على كل التفاصيل، على الحكومة وعلى الانتخابات الرئاسية، من سيرشح ومن سيساند الإخوان وغيره كثير جدا. لكن لكي أروج نفسي معك للناس ينبغي أن أظهر لهم أني بعيد عنك بخطوات، أني مختلف معك. هذه لعبة قديمة للأسف الشديد، أنا أعتقد أن أغلب الأذكياء في مصر يعرفونها. يعني نقدر نقول خلاف شكلي بيتعلموا سياسة يعني، أو ابتدوا بقى إيه نلعب سياسة، صح؟ لا، هو اللعب السياسي قائم من اللحظة الأولى. الحقيقة كل طرف يحاول أن يتزاكى على الأطراف الأخرى وعلى الناس، ومحاولة دائمة لامتصاص فورة الشعب المصري، محاولة
وقف الأمور عند هذا الحد، الاكتفاء بحدود دنيا من التغيير. هناك جهات تتمنى لو أننا نكتفي بالتغيير الذي تم، وبأن عشرات يحقق معهم، وبعضهم في بورتو تورا، وبعضهم مش عارف فين، وإن خلاص كل شيء يظل على ما هو عليه والأمور تمشي. لكن أعتقد أن هذا المد الثوري لن يتوقف حتى تتحقق أهداف الناس من الثورة. أستاذ مجدي، عموما يعني وجهة نظر حضرتك تحترم برضو، إنما الأيام اللي جاية يعني حتبان، حيبان أكيد إنه يعني كان حاجة شكلية ولا هو فيها فعلا في خلاف وجهات النظر. أستاذ مجدي شندي، رئيس تحرير جريدة المشهد، شكرا جزيلا لحضرتك يا فندم. شكرا يا فندم، نورتنا. شكرا. مشاهدينا فاصل وراجعين بموضوع ساخن جدا، وأرجوكوا تابعوه مع زميلتي رانيا، وهو خاص بثمن أسر من أقباط مصر خرجوهم من بيوتهم وطردوهم برا القرية اللي هم عايشين فيها. ليه؟ مع رانيا.